النقطة اللي بعد كده، إن زي ما قلت قبل كده دي طريقة، الطريقة دي مضمونة 1000000%، ممكن ناس ما بتعرفش تعملها، بس دي مفيش فيها كلام، لو أتقنتها 1000000% بتحقق. إن أنت ما بتحفظش الموضوع زي ما بقول أبدًا، الحفظ هيجي أوتوماتيكالي. الحفظ هيجي كده كده، هتمسك الدرس هتقراه اوفر اند اوفر ريبيتيشن، والريبيتيشن دي جاست ريدنج. دي طريقه حفظ مضمونه، يعني لو كان 10 صفحات هتقراهم قرايه جرايد، الورقه بتقلبها بسرعه جدا، ما ياخدش زمن قرايه الورقه، ما تاخدش اكتر من زمن قرايتها، مش هتقعد عند الصفحه وتقعد عند كل كلمه وتقف عندها كتير ابدا، اقراهم. لو في كلمه في النص مضايقاك ومش عارف تحفظها، ما تقفش عندها، سيبها واقلب الصفحه، هترجع لها في مره نمره اثنين، ومره نمره اثنين هيبقى اسهل حفظها، ومره نمره ثلاثه اسهل واسهل، لحد لما يعدي عليك 10 مرات 1000000% تكون اتحفظت. الدكتوراه انا لما دخلت مسكت الكتاب، هتوريك الكتاب بتاع الام دي عندي، هتلاقي السيسل قد كده 2000 صفحه، وكل صفحه مش زي دي، الصفحه ب 10 صفحات من دول من غير مبالغه، كلام صغير جدا وصفحه كبيره مكدسه. هتلاقيني كتبت في الموضوع 1 2 لحد 15 ساعه في 20 مع طول الوقت، بيتحفظ كامل، والتايم سيفنج مش تايم كونسيومنج ابدا، بيوفر وقت جدا ويديك لونج تيرم ميموري، لان انت بتعدي على صفحه كتير والتكرار بيخليك الصوره تترسم، لان في امتحان الريتم بتجيب من الميموري اللي هي شكل الصفحه. وبعد ما بجيب 10 مرات كده برجع مرتين بالعكس، يعني ابتدي بالتريتمنت وارجع على الديفينيشن مرتين، دي مضمونه بتحفظ وبتثبت جدا. وبعد ما اخلص ده هاخد البرانش على بعضه، هاخد مثلا هديك اكزامبل كتاب تشيست مثلا، هاخد النمونيا، هاخد كلينيكال بيكتشر بتاعتها، واسيب النمونيا خالص، واروح على انفستيجيشنز مثلا بتاع تي بي واسيبه خالص، واروح على التريتمنت بتاع حاجه ثالثه واسيبه خالص كده. متنطوله ما تعملش دي ابدا الا لما تمشي بالاولانيه اللي هي الطريقه التكرار دي. الراندوم ده 1000000% حفظ، لان السؤال بيقول لك كلينيكال بيكتشر وكذا، على طول هكتبها كانه زي الكمبيوتر بالظبط. دي طريقه حفظ، احنا خلصنا طول السنه ازاي نفهم، جه وقت الحفظ بقى، فيبقى لازم تفهم ازاي تحفظ برضه. في طرق كتير، دي اسهلهم واقصرهم وتايم سيفنج جدا، ما توفر وقت. الحاجه اللي بعد كده انه بتجيب من ال، دي اهم حاجه، هيبقى جنبك الكتب كلها صحيح متجربه ما بتخيبش. لما تفتح الدرس بتاع دايابيتس فور اكزامبل، بتلاقي مالتي سيستم ديزيز، هتلاقي مكتوب في درس الدايابيتس من ضمن الكومبليكيشنز بتاعته النيرفس سيستم بريفرال نيورايتس، هتفتحه من كتاب النيورو وتبص فيه هناك، ملهاش حل، استحالة تتنسي من هنا ومن هنا، وتايم سيفنج، وطول ما انت قاعد بتعمل انتربشن للكتاب بتاعك وبتروح على كتب تانية، تايم سيفنج جدا، ومليون في المية بتحفظ، وعينك بتجيب كل الكتب كده كأنه قدامك، ما فيهاش كلام دي خالص، مضمونة مضمونة. انا بنقل لك اكسبيرينس بتاعت الام دي بتاع الدكتوراه، مش بتاعت البكالوريوس، ذاكرت كده ونفعت جدا in no time. طب ممتاز، مطلوب منك ايه؟ حاجتين ما فيش غيرهم، دايما بقول لك اجماع عليهم، ما فيهمش نقاش، تعملهم انا اوعدك 100% تحقق، مش 99 100% تحقق. الاراده والدعاء ما فيهمش كلام، الدعاء ادعي ربنا سبحانه وتعالى اولا وكده، بس خلي بالك مش هتجرب مع ربنا سبحانه وتعالى، مش هتجرب، يعني مش هتقول هذا ايه، هو ربنا هيستجيب ولا هيستجيب؟ هيستجيب بنسبه 100%، مش تقول يا رب ان شاء الله لا، تدعي بالجزم، انت عارف معناه ايه؟ يعني تقول يا رب اعمل لي كذا، انت بتدعي اكرم الاكرمين، ما فيهاش كلام، خلي بالك
يعني انت وانت بتدعي تحلف بينك ونفسك وتاكد بنسبه 100% ربنا يسمع على نفسك. الدعاء تدعي مليون مره قبل وبعد طول الوقت من غير ما انسى انسى انسى. انا بقول لك اهو. امال الاراده دي ايه؟ السبب اللي انت بتاخده عشان تحقق. فيعني وانت بتنام كده فانت تعبان خايف مش قادر تصحى تكمل.